في تقديم شكر وامتنان كبير من القلب للصحفي الأستاذ خليل مرداس لاستضافته لنا ولكل الأشخاص الذين قاموا بتنظيم هذه المناسبة الرائعة. أتمنى من الله أن تبقى دياركم عاملة بالفرح والسعادة والنجاح والتفوق، وأهنئكم على التعاون وجهودكم لبعضكم البعض، فالمحبة والتعاون والوفاء هي قيم يجب الحرص عليها في الحياة. الأستاذ خليل مرداس، شكرا لك والكلام لك. مساء الخير. يمكن الحياة ما تبقى فيك، بس الحمد لله نجحت في حياتي وعملت شغل كثير حلو، والحمد لله نجحت في المرتبة اللي قدرت وصلت تخيلها. بدي رحب فيكم فردا. بداية سماحة شيخ العقل الدكتور سامي المنونة، ممثلا بأعضاء مجلس المذهبي الشيخ شاهين هاني الكمطار. بدي رحب معالي الوزير الصديق كلمة حق تقال. من سنة اللي فات مر على الجامعة وأنا رايح، هو يقول لي 50%، أنا قال له لا اطلع على 60%، قلت على 60 قال له لا اطلع على 70%، وصلنا ل 80 وما كنت أشوف. شكرا كثير معالي الوزير. بدي رحب كمان كل شخص موجود فيه، والوزير اللي مرموني، بدي رحب بالدكتور رامي، بدي رحب بالفنان القدير الممثل العظيم يلي وعدني بدي خفف شغل شوي كلمات صحته، الاستاذ جهاد الاطرش. بدي رحب بصديق الضيعه، ابن الضيعه، حبيب الضيعه، المهندس سليم عبد. بدي رحب بالعميد فادي عبد الخالق. بدي رحب فينا نقول عميد حسن صدر. كمان الاستاذ ليلى حسن. بدي رحب بمسؤول التيار الوطني الحرب اللبناني استاذ جوزيف سبورنس. بدي رحب كمان بمسؤول الحزب القومي من لبنان وائل هاني. سبونسر دايم حفلات، سبونسر دايم في البيت عندنا، الحمد لله ما بيقول لي لا على شيء. بدي رحب بالاستاذ والصديق رجل الاعمال جورج بوصل. بدي رحب اسمحوا لي رحب ببنت عمتي الدكتوره ميسون زيدان مدير مدرسه الرئيس الضغوط الرسميه. كمان اسمحوا لي رحب دكتورة سناء شهيد مدير مدرسة الثانوية ميمون عبود الرسمية. وأكيد بدي رحب بتجار علي سمير شهيد الصديق، وبدي رحب بالدكتور كير اللي موجود معنا كمان كير جمال. وقبل ما بلش أحكي بدي أتشكر أماندا بلوطي اللي نظمت كل هالإيفنت من طلاب أوين بعض الخير. وقبل ما بلش بالكلمة رحب كمان بممثل مير طلاب الأسنان الأستاذ غسان مشروط. في محامي لازم نرحب فيه وين موجود. بدي رحب كمان بالأستاذ مكرم المصري ممثل مدارس الإشراق. طلع صوفر عرفان طلع
تخرج أخي لبار من مرحلة الماجستير بدرجة ممتاز. الشكر الأول لمعالي الوزير عبد الرحيم راد مؤسس الجامعة اللبنانية للعيون الدولية الذي قدم كل الدعم في الليسانس والماجستير. الشكر الثاني لبار رغم كل الظروف والصعاب كان إصراره على متابعة دراسته. أما أنت يا أبي حاضر الدائم في قلوبنا ها نحن نطبق وصيتك بحرفيتها. وصيتنا البابا الله يرحمه من 12 سنة آخر كلمة قالها لإله الله إنه كفي علمه لبار. كم كانت فرحتنا أكبر لو كنت معنا في هذه المناسبة، لكن إنها مشيئة الله والقدر. نقول التربية ولكننا ندري ما يحصل في قطاع التربية. لكم نقول أيها الساسة أبعدوا كأس السياسة عن التعليم. الكثير منكم يسأل لماذا؟ وفي غالبًا خرج اليوم ماجستير وخاصة في مادة التنتين التي خرجت مئات المحاميين والمهندسين والسفراء، نذكر منهم أديب القنطار ورياض القنطار رحمة الله عليهم، نذكر رئيس الرابطة القانونية النائب شاكر أبو سليماني. تنتين فيها كثير، وزير أمين أبو سليماني، قائد شرطة قضائية عميد ماهر الحلبي، رئيس ديوان المجلس الدستوري القاضي شكيب مرداس، من فقعة الجمال ملك جمال لبنان ولي بنيادي، مدير عام الأمن العام جوزيف سلامي سنين قبل السبعينات صح؟ قبل السبعينات كان مدير عام الأمن العام لبنان. وما ننسى كمان المدارس الأساس بالمدارس الحكمة كان عددهم كثير كبير من المدارس. ما راح أطول عليكم لأنه كل ما جمعنا كل ما عندنا كلمات بدنا نقوله. راح أقول كل الشكر فردا فردا ومسيرة التعليم في قاموسنا وفي بيتنا لن تنتهي. ها هو رمال اليوم قد بدأ يتحضر لينتقل في شهر آب إلى فرنسا لمتابعة أطروحة الدكتوراه. إن شاء الله بيرجع مع الدكتور ونكون فرحتنا أكثر. بدي أتشكر كل شخص، سوري يمكن هيك شوي انزعجت بس حملوني.